فضيلة الشيخ عفى الله عنك، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الذهاب إلى الجمعة، في فضل الذهاب إلى صلاة الجمعة ألا يفرق بين اثنين. نعم. ما المقصود الشيخ في هذا التفريق؟ نعم، من الآداب الشرعية التي جاءت بها الشريعة أن الإنسان لا يفرق بين اثنين، بمعنى أنه لا يجد اثنين في الصف فيفرق بينهما ويجلس، لأن في هذا امتهانا لهما وتضييق عليهما. أما لو وجد فرجة بين اثنين فلا بأس أن يدخل فيها، لأن هذين الاثنين هما اللذان فرطا في هذه الفرجة. نعم.